أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تكدرها مراراتها، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن أبي الدنيا: أنشدني حسين بن عبد الرحمن: نزهة المؤمن الفكر، نزهة المؤمن الفكر، نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر، نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر. في خرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر، في خرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر. نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر، إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر، نحمد الله وحده إن في ذا لمعتبر، إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر. إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر.
نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر. نزهة المؤمن الفكر، لذة المؤمن العبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر. نحمد الله وحده، إن في ذا لمعتبر. نحمد الله وحده، نحن كلنا على خطر. نحمد الله وحده، إن في ذا لمعتبر. إن في ذا لمعتبر. إن في ذا لمعتبر.